أين المشكلة؟ المشكلة ليست في حديث الغدير، المشكلة في هذا المذهب، المذهب الذي المذهب الوحيد الذي سماه رسول الله الشيعة. هناك مشكلة بينهم وبين هذا المذهب. لا بأس، مشكلة، مشاكل في الدنيا كثيرة، أصحاب الأديان والمذاهب يختلفون، ولكن اختلفوا اختلافا نزيها. لماذا هكذا كذب؟ تريد أن تحارب عقائد هذا المذهب؟ حارب، لا بأس، لك عقيدة، لأهل هذا المذهب عقيدة ثانية، ولكن حارب بشرف، حارب بموضوعية، لا، حرب شعواء على كل الأصعدة بكل السبل المتاحة، كذب صريح. ويعرف هذا الكذب، يعرف أنه كذب كل علمائهم، يعني شيء غير خافي على علمائهم، يعلمون حديث الغدير حديث ضعيف. مع ذلك هناك حرب شعواء، حديث عادي يصبح حديثا صحيحا، يصبح حديثا متواترا، حديث الغدير يصبح حديثا ضعيفا أصلاً.